أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كان الفريق بأكمل أرجيل واليوم الله كرمنا ويعني ما روح لنا تعب، وإن شاء الله يعني فتحت خير بالإياب إن شاء الله، ومفرح الجمهور لأنه زعلان مننا إن شاء الله. مباراة يعني مو بقدر أهمية إنه نحن بدنا نعوض لجمهورنا، بصراحة نحن اللي مزعلينهم. الحمد لله رب العالمين توفقنا بهدف وعرفنا نسكر ملعب، طبعا عم نلعب مع فريق كبير وفريق الكرامي في عندهم نجوم ومنافسين على الدوري، بس فضل رب العالمين وهذا دليل على انه نحن في عنا شيء، بس احيانا يعني هي كره قدم بالاخير بنتعسر، مره بنربح مره بنتعادل. الحمد لله رب العالمين. اول شيء بهدي هذا الفوز لجمهورنا، له انعتب كثير علينا، النتيجه قبلها كانت سيئه، الحمد لله عوضناها بهي اللعبه، ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. مبروك للكادر ومبروك للاعبين الرجال كفوا ووفوا، مبروك لجمهورنا، شويه رجعنا له شويه فرحه. رجعنا انه بعد ما طبنا لعبه الجيش قدرنا، الفريق القوي هو اللي بيرجع واثبتنا هالشيء نحن، بس كانت البدايات شوي صعبه علينا اول الدوري، واثبتنا للكل انه نحن في شيء عندنا، يعني فريق في شيء عندنا، بس قله التوفيق شوي. الحمد لله اخر شيء، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء انا بعتذر من جمهورنا على لعبه الجيش، لانه اكيد لعبه الجيش ما هو نادي الاتحاد، نعتذر منهم كثير، بس اليوم اثبت الفريق انه فريق كله رجال، وقت بتطلع من نتيجة فينا نقول امام الجو، ولو كان انها خساره مذله كانت مع نادي الجيش، وبتطلع مع نادي الكرامي اللي هو هلا حاليا من ضمن الفرق المتصدره وعم تربح عليه بارضه بهالاداء الرجولي، معناته انت فريق كبير. بنقول الحمد لله رب العالمين، لسه اللي جاي احسن باذن الله، تكاتف الجميع ننتصر. هلا اللي بدي اقوله شغله واحده هي وكلام موجز، يعني بدي يكون هاي مصالحه لجمهورنا ومصالحه لنادينا والقادمات اجمل ان شاء الله. شكرا لكم. اول شيء الحمد لله ثلاث نقاط، ان نحن بصراحه لعبنا هي اللعبه لنثبت للجمهور انه بالنهايه احيانا كره قدم بتصير فيها توفيق وعدم توفيق، صارت ظروف بلعبه نادي الجيش هي اللي ممكن اثرت علينا نفسيا، وبرسل لهم رساله للجمهور انه نحن عدم وجودكم هو اللي اثر علينا، اللي خلانا نفسيا نطب اكثر. يعني نحن بالنهايه انا بالنسبه لي نحن ما عم نلعب لاشخاص ولا لاسماء، نحن عم نلعب لشعار ولنادي الاتحاد ولجمهور نادي الاتحاد، والحمد لله رب العالمين اثبتوا الشباب انه نحن وقت ما نكون مع بعض، وبالنهايه بصراحه كان في توفيق بالمباراه، توفقنا فيه ولعبنا على تفاصيل على ارض مستويات الفريق، الحمد لله اثبتنا للجمهور انه نحن وقت المحك موجودين. ممكن هي كانت كبوه وكلاتنا ما نرضى انه نكون هيك، وبالعكس نادي الاتحاد نحن بنمثله، فدائما بنحس قبل اللعبه انه نقدم كل شيء ايش في عنا لنادي الاتحاد، ونرفع واسم نادي الاتحاد وجمهور نادي الاتحاد. الحمد لله رب العالمين، بشكر اللعيبه اللي ما قصروا، وهي ثلاث نقاط لجمهور نادي الاتحاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اخذنا ثلاث نقاط مهمين كثير، يعني مشان نصيح جمهورنا، مشان هاللعبه بعد لعبه الجيش اللي صار فينا ما توفقنا ابدا. الحمد لله، وبتشكر الكادر الفني والاداري، وان شاء الله بنوعدهم بالاحسن ان شاء الله، عم نحط كل شيء عنا. والله نحن اعترفنا وقلنا نحن مباراه الجيش كانت استثنائيه بصراحه، نحن ما كان الفريق بيومه ابدا ابدا، فكنا بنستحق الخساره. طبعا مباراه اليوم انا بقول مباراه هي عادت لنا الثقه، رجعت نحن بالنسبه لنا كفريق كجمهور كاداره كل الناس المحبين لنادي الاتحاد. مباراه بتعرف مباراه كلاسيكو، دائما اتحاد وكرامه الى طابع خاص بغض النظر عن ترتيب الفرق، الفريقين على سلم الترتيب، فريق الكرامه عم ينافس على بطوله الدوري. طبعا اللي حسنا نحن نشتغل عليه اليوم انه فريق الكرامه كان بتعرف عم بيلعب في ارضه، فهو بده يفوز يعني، فكان عم بيكثف الحاله الهجوميه، وكان كثير عم بيعتمد على الكرات الطويله اللي حسنا نحن نتعامل معها بشكل جيد. بنفس الوقت نحن توفقنا انه سجلنا هدف بالشوط الاول، الشوط الثاني فريق الكرامه زاد عدد مهاجمين، ونحن بالنسبه لنا تعاملنا كمان بشكل جيد معهم، كان بامكاننا بالاجبال تتدي انه نزيد الغله من الاهداف، لو كان في عندنا تركيز اكثر في ثقه اكثر كان ممكن نزيد الغله من الاهداف. كل الحالات انه ثلاث نقاط كانت مهمه بالنسبه لنا حتى تعيد الروح المعنويه للفريق وللجمهور وللاداره. فريقنا عناصره ممتازه، بنقصوا التوفيق، ان شاء الله بتكون بدايه خير لنحقق نتائج ايجابيه بالمرحله الثانيه ان شاء الله. اول شيء نحن نعتذر من جمهورنا على لعبه الجيش، كنا منا طبيعيين، نحن نعتذر منهم، وهي ثلاث نقاط بركي من صالح نحن جمهورنا، وان شاء الله للبنان ان شاء الله.